أحمد رواية أنه لا يصلي الإمام على من مات مدمن خمر. عن أحمد أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية عنه أنه قال لا يصلي الإمام على من مات مدمن خمر. من مات مدمن خمر أو شارب خمر لا يكون كافرا منتقلا من الملة، ولهذا يصلى عليه، يصلى عليه، لكن يترك الإمام الصلاة عليه أو العالم الذي له شأن في الأمة يترك الصلاة عليه، والمقصود بهذا الترك ماذا؟ زجر الناس حتى يدرك الناس أن هذا فعل فعلا شنيعا، يقولون فلان العالم أو الإمام لم يصلي عليه، لم يصلي عليه من أجل تنفير الناس من فعلته. نعم. قال رحمه الله ومنها الشرب من صديد أهل النار. وفي مثل هذا يقول عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، يعني يصلى عليه لكن الإمام أو من له شأن لا يصلي عليه من أجل تنفير الناس وزجرهم عن مثل هذا العمل. نعم. ومنها قال رحمه الله ومنها الشرب من صديد أهل النار. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، إن على الله عهدا من شرب الخمر أن أسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. نعم، هذه أيضا من هذه من العقوبات أن شارب الخمر يسقى يوم القيامة من صديد أهل النار، من صديد أهل النار، لأن الشريعة فيها قاعدة ثابتة معروفة في العقوبات أن الجزاء من جنس العمل، والعمل الآن هنا شرب محرم، شرب المسكر الذي حرمه الله، فالعقوبة يوم القيامة أن يسقى، العقوبة أن يسقى، العمل شرب والعقوبة أن يسقى، يسقى يوم القيامة من صديد أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر إن على الله عهدا لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال، من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. فالحاصل أنه يسقى يوم القيامة من صديد أهل النار. نعم. قال رحمه الله وفي المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا أقسم ربي بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له. نعم، لكنه ضعيف، قال الهيثم وفيه علي بن يزيد ضعيف. نعم. قال رحمه الله وفي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا من مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. هذا كذلك ضعيف، ضعف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. فيه رجل يقال له أبو حريز واسمه عبد الله بن الحسين متكلم فيه، فضعف الحديث به، لكن يغني عن هذا الحديث وعن حديث أبي أمامة الذي قبله الحديث الأول حديث جابر وهو في صحيح مسلم في ثبوت هذه العقوبة. نعم. قال رحمه الله وخرج بعض المتقدمين وهو نشوان متقدمين. قال رحمه الله وخرج بعض المتقدمين وهو نشوان فمر بقرية فيها خمر كثير فتمثل بهذا البيت بطيرنا باذ كرم ما مررت به إلا تعجبت ممن يشرب الماء أو مما يشرب الماء ممن يشرب الماء. أحسن الله عليكم. فهتف به هاتف من تحت شجرة. عندك ماذا؟ إلا تعجبت ممن يشرب الماء، وفي بعض المصادر مما يشرب الماء. وعندك أنت ماذا؟
هنا ممن؟ ممن؟ نعم. أيوة. مصادر أخرى مما يشرب الماء. نعم. فهتف. فهتف به هاتف من تحت شجرة وفي جهنم ماء ما تجرعه عاص فأبقى له في الجوف أمعاء. قال وخرج بعض المتقدمين وهو نشوان أي سكران، وهو نشوان أي سكران، فمر بقرية فيها خمر كثير. القرية هذه اسمها ويتقع بين الكوفة والقادسية، لأن هذا الخبر ذكر في مواطن منها معجم البلدان لياقوت الحموي. اسمها طيزنباذ هكذا اسمها، طيزنباذ، وهي منطقة بين الكوفة والقادسية وصفت بأنها موضع له، يعني يكثر فيها الشراب ومحلات الشرب، ويكثر أيضا ذكر هذه القرية في الشعر، ومنه شعر أبي نواس، والبيت الذي ذكر هنا لأبي نواس، فيكثر ذكرها في عند ذكرهم للخمر، لأنه موطن يقصد لهذا الأمر. ولهذا البيت فيه تصحيف، البيت فيه تصحيف صوابه وبطيزنباذ هكذا صوابه، وبطيزنباذ كرم، وبطيزنباذ هذا اسم ماذا؟ الموضع، الموضع، فمصحف في كثير من الطبعات، لكن صوابه هكذا وبطيزنباذ كرم. طيزنباذ هذه المنطقة التي بين الكوفة والقادسية، ويكثر ذكرها في الشعر خاصة شعر أبي نواس، وهذا البيت له. كرم، الكرم المراد به العنب، ما مررت به أي بهذا الكرم إلا تعجبت ممن يشرب الماء. فيقول ذلك وهو نشوان استحضر هذا البيت، فهتف به هاتف من تحت شجرة، سمع صوت، وفي جهنم ماء من ما تجرعه عاص فأبقى له في الجوف أمعاء. ويذكر أن هذا الذي سمعه كان سببا لتوبته، سببا لتوبته، والله أعلم، هذا خبر الله أعلم بصحته. نعم. قال رحمه الله ومنها أن شربها في الدنيا يمنع شرب خمر الآخرة. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وفي رواية فمات وهو مدمنها، وفي رواية ثم لم يتب منها. زاد النسائي وابن ماجه في رواية لهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراب أهل الجنة، ومن ترك شربها شربها في الآخرة. وفي المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا. نعم، هذا لعله يؤجل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله،
أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا